مصر الله عليك الله عليك تونس حمزة تونس زي الفل لبنان لبنان الجزائر احساسكم ايه بقى قبل ما تخشوا بسرعه بقى 100 متحمس جدا طبعا طبعا متحمس معاه متحمس من دماغي عادي عادي ازاي عادي اوكي عادي لا لعبة فنان وكده عادي يعني النهارده سمعت ان انت عامل حاجه مكسره الدنيا ان شاء الله طبلوه بقى صح تلميذك لا يا عم تلميذ ايه مروان مروان يا جماعه صوته وحش جدا يعني اكتر صوت ممكن تسمعوش في حياتك فظيع هو عارف ان قصدي العكس طب العكس هو ما سمعتك انيس مسؤوليه اكتر هالت قول لهم حاجه بقى انا زيع طيب مصر حاجة لا حاجة لا خالص آه. لا انت بالاثنين انا ما كنتش كده انت عامل كده بس اصبر الجزائر لبنان لبنان تونس لبنان تعداية لبنان كلمه واحده تخلص الموضوع كله التجربه دي لحد دلوقتي فادتكم في ايه ده عايز لها فيديوين انت ليه انا لو اقول مثلا فادتني بايه مثلا انا هقول الاربع شهور اللي انا عشتهم في الاكاديمي مش عارف فادني بحاجات كتير قوي بس يعني في طبعا حاجه يعني دايما بتفتكرها كده حاجه انت شو بتتذكر انا شو بتذكر مثلا الاساتذه العظام اللي كانوا بيدرسوني بتذكر مثلا شخصيه عزه على قلبي ما ينفعش اقول اسمها ايوه حاجات كده يعني كده لا مين الشخصيه اللي عايزك لا انت ازاي عادي الحاجه دي عايز اعرف مين الشخصيه دي حتى مينا انا قصدك حبيبي طبعا مين لحقك صاحبك خلي بالك طبعا يا معلم انقذك من الموت طبعا يعني اكيد انتوا مبسوطين وفرحانين اكيد اكيد اوعى تنسوا الايام دي لان الايام دي حلوه جدا والله مش صعبه اكيد اكيد طبعا مش عايزين بقى ندي مواعظ انت مش اتعلمت انا اتعلمت حاجات كتير قوي هناك وبعدين بقى بعد الكاميرا يعني عايز اقول لكم على قد ما تقدروا انبسطوا واستمتعوا والله العظيم بجد دي احلى ايام حياتكم والله العظيم اكيد اكيد وارجوكم خدوني معاكم تاني الاكاديميه نفسي احنا لو بنقول والله نقعد معاكم نقعد معاكم يلا بينا ان شاء الله اكيد هنكلم الناس اللي غير ان شاء الله غير على السنه اللي فاتت لا بس بجد يعني الايام دي حلوه جدا والله العظيم مش تعوض وافتكروا دايما ان كل يوم بيعدي في بقى بص من ضغوطات من رأس من اكل من شرب من كل حاجه هتيجي في يوم من الايام تقول اه يا ريت ما نعيش يوم تاني زي اليوم بجد يعني والله ده اصلا بسندك ربنا فهمت احنا فهمناك ثانك يو يلا يا جماعه ربع البنات وشوف البنات والحركات والتكات وكده وكده مينا انا جاي يلا هاي في الاكاديمي بجد انت كنت مبسوط خايفه لا ده انا كنت فرحان احنا كمان كنا فرحانين لا طبعا بصي ما تخافيش يعني النومينيه ده طلعت ثلاث مرات مرتين والثالثه بشي بلا فخ اخر في السيمي فاينل بس عايز اقول لك على حاجه ان كل واحد بيتعب وبيجتهد بيلاقي بره يطلع بيلاقي انا ما كنتش متخيل لما رجعت المطار الاقي ناس دي كلها وناس كبيره جدا مش شرط تقعدي لحد الفاينل ومش شرط تاخدي اللقب ومش شرط الكلام ده كله بس اهم حاجه ان انت فعلا تشتغلي بعد البرنامج فالنومينيه ده شيرين دماغك خالص غني حلو جدا النهارده وربنا معاكي باذن الله ربنا معاكي ان شاء الله ماشي تبقى حاجه كويسه كده انا كده دايما قبل كل برنامج ببقى شويه ان شاء الله خير هشوفكم بس في الصف الاول هبصي انا هقعد لك في الصف ورا هقعد في الكواليس ورا من غير ما نقعد انت زي العسل اهي والله بغني كلكم 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 كويس والله العظيم ربنا معاكم ان شاء الله وكل حاجه مكتوبه يعني المكتوب هتشوفوه ان شاء الله كله خير ان شاء الله دي دعوتي المفضله يا رب ايه تتجوزوا اللي انت بتحبوه انتوا عارفين انتوا الورد اللي هو فيه لا مش شرف في الزمان لا اتنين اللي شرف تخيل خد الله بص واشارات وورد طيب مبسوطين ان شفناكم طبعا مبسوطين جدا واديتولنا دعم بوزيتيف ها بوزيتيف الحاجات دي ايوه نيجاتيف خد بالك يا نيجاتيف دينا خد بالك يا دينا انت منين مصر انا من القاهره منين
ده بجد قلتي انت ليه من ماشي هتتقلب انا من منطقه اسمها النضور بس عايشه في الرباط في العاصمه الرباط انت حاضر جبنا من جبال 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 حلوه صح منصوره منصوره يلا ربنا معاكم ويوفقكم ان شاء الله كسروا الدنيا النهارده احنا بقى معاكم لحظه تعالوا برايم جامد النهارده يا جماعه ان شاء الله يكسر الدنيا مش هتبهدل الدنيا هتتدمر هتولع هتولع هتخرب ربنا معاكم ان شاء الله دايما ان شاء الله الاحسن قدام ان شاء الله لحظه وهكذا بدات حلقه بنعالجه السيزون اللي فات معلش